القرآن الكريم من القاهرة لكل شخصية تعمل في ميدان الدعوة الإسلامية تاريخها في مسيرة الحياة، ونحن مع كل شخصية عبر هذه المسيرة لنا لقاء في شخصيات إسلامية وراء الميكروفون. برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف حلقة اليوم رجل طالما أسعد جماهير المؤمنين بصوته العذب وهو يتغنى بالقرآن الكريم مجودا ومرتلا، وذلك على مدى يقترب من ثلث القرن، وهو علم من أعلام القراء للقرآن الكريم المعاصرين. ضيف حلقة اليوم فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شيخ المقارئ لشؤون القراء. في بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. في البداية نود من فضيلتك انه تعود بنا في رحلة مع الزمان والمكان، مع طفولة وذكريات الطفولة، حيث نشأت وكيف بدأت رحلتك مع القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا أنا اسمي عبد الباسط محمد عبد الصمد، من مدينة أرمنت محافظة قنا، ولدت فيها وحفظت القرآن في بلدتي أرمنت، وكنت أطلب من الله سبحانه وتعالى أن أكون قارئا مشهورا، وكانت دعواتي إلى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لي هذه الدعوة وهذه الأمنية. الحمد لله، منذ طفولة يعني، وهذه كانت أمنية. الحمد لله، والدي كان يشجعني على حفظ القرآن، فأنا حفظت القرآن والحمد لله في سن 10 من عمري، وكنت أتردد بالقراءة والتلاوة في الحفلات اللي هي يعني على قدنا في البلد. وبالنسبة لصغر سني كانوا الناس يشجعوني على القراءة، وكنت أذهب إلى حوالي 3 كيلومترات مشيا على الأقدام لأستمع إلى المرحوم الشيخ رفعت في قهوة في مدينة أرمنت، وفيها راديو واحد كان في بلدنا ما فيش غيره، فكنت أذهب إلى القهوة دي وأستمع إلى قرآن الشيخ رفعت في المساء. وأنت تلميذ في الكتاب؟ وأنا تلميذ في الكتاب. حضرتك تلقيت القرآن على من من المشايخ في أرمنت؟ كان شيخي المرحوم الشيخ الأمير رحمة الله، الشيخ الأمير، وكان رجلا تقيا صالحا، وكنت يعني أراجع عليه الماضي، يقول علينا الماضي يعني، اللي بيحفظ ما سبق يعني ما سبق حفظه. فكان من يعني من كثرة الحفظ كان الأولاد يخرجوا من الكتاب، وأنا كان الشيخ لأنه كان يحب القرآن جدا، فكنت أتلو القرآن أراجع معه، فأقول له يا مولانا الأولاد خرجوا، قول لي أقعد، فكنت أقعد وأتلو القرآن جزئين ثلاثة أربعة إلى أن حفظته. يعني 10 سنين كنت حافظ القرآن كالماء الجاري والحمد لله. فقلت لوالدي أنا عاوز أتعلم القراءات، قال لي وهو كذلك، لأنه كان والدي موظف في السكة الحديد، وكان جدي من العلماء، كان المأذون الشرعي بتاع البلد وعضو في محكمة الخط يقولوا عليها زمان هناك. فشجعني على تعلم القراءات، وكان ناويا أن يبعث بي إلى طنطا لأن هي البلد المشهورة في تعليم القراءات. فأنا كنت يعني متهيب لأنه ما كنت متعود على الأسفار البعيدة، ومن فضل الله جاء إلينا شيخا معلم للقراءات، والشيخ ده كان مجيد وكان قارئا عظيما يسهر يعني الليالي في المناسبات. فبعد ما حفظت القرآن وأحكام القرآن، وجاء الشيخ من بلاد الوجه البحري واستقبلوه في الصعيد استقبالا عظيما، فضيلة المرحوم الشيخ محمد سليم حمادة، وكان هو أصلا من محافظة سوهاج.
فأهالي البلاد عملوا له جمعية اسمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وكان يعلم بجانب تحفيظ القرآن كان يعلم علم القراءات وعلوم القرآن. فاعتمدنا على الله وذهبت إليه فرجعت عنده المصحف مرة أخرى وأخذت أحكام التلاوة كما ينبغي، ثم بدأت في حفظ الشاطبية اللي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. نعم. فحفظتها حفظا جيدا وبدأت في كان ذلك في سن 11 تقريبا، يمكن كان سني 12 سنة. نعم. 12 سنة. ويعني أنا كنت يعني هوايتي وأتعلم القراءات، فكان الشيخ بيستغرب إزاي أنا يعني أحفظ بسرعة ومستجيب معاه. فأخذت حوالي سنة ونصف كنت خلصت القراءات السبع. في سنة ونصف خلصت القراءات السبع؟ آه. ثم بعد أن أنهيت تعلم القراءات علم القراءات على يد هذا الشيخ يعني. طبعا أنا فرحت فرحا شديدا، وبعد ما أعطاني الشهادة وديت له المكافأة اللي ربنا نعم. وفقني عليها نعم. وكان الشيخ يعني متبنيني، حتى أي سهرة أو أي حفلة يذهب إليها الشيخ كان يطلبني أرافقه في هذه السهرات. إذا كنت في ذلك الوقت يعني تقرأ القرآن مجودا يعني وفي نعم. في هذا السن المبكر يعني كنت أقرأه مجودا وكنت يعني متمكن جدا منه الحمد لله. من فضل الله. فكان سن 12 سنة، فكنت أدعى بقى في بلاد الصعيد، محافظة قنا، محافظة سوهاج، محافظة أسوان. وأنت في هذه السن نعم. فكنت بقى مشهور في ثلاث محافظات، فشايف نفسي أنا محدش بقى إيه يعني أشهر مني الحمد لله. فبدأت أشتهر في بلاد الصعيد، حتى رحمة الله على شيخنا الشيخ محمد سليم أراد أن يعلمني القراءات العشر بجانب السبعة. فأنا كنت متردد، قلت كفاية السبعة وبعدين إن شاء الله نأخذ القراءات العشرة. فاشتهرت في بلاد الصعيد المحافظات الوجه البحري والقبلي لغاية أن وصلت يمكن سني 16 سنة أو 17 سنة. وبعدين في سنة تقريبا سنة 50 جئت في زيارة للقاهرة لأهل البيت نعم. يعني زي نوع من الاستجمام أو من الفسحة آه. وكان الواحد القاهرة بالنسبة للصعيد بتبقى بعيدة قوي، وفين القاهرة الواحد بياخد بقى 15 ساعة سفر على بل ما يوصل القاهرة. إذا كانت الزيارة الأولى للقاهرة لفضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو في سن 17. نعم نعم. فبعد ما زرت القاهرة أنا انبسطت بيها ووجدت بلاد غير بلادنا، فرجعت إلى بلادي الصعيد، وبعدين قلت إن شاء الله سأزور القاهرة مرة أخرى وأزور أهل البيت. فجيت سن يعني بعدها بسنة تقريبا، كان سني 18 سنة أو 19 تقريبا، المهم كان يعني سنة 51 على وجه التقريب. فجئت إلى القاهرة، وكان في هذه الأيام كانت مولد السيدة زينب رضي الله عنها. فكنا احنا الواحد لما كان يجي القاهرة ما كانش فيه وجهة إلا زيارة أهل البيت سيدنا الحسين السيدة زينب رضي الله عنها. فروحت السيدة زينب لقيت زحام، قالوا ده مولد السيدة زينب النهاردة. ففرحت قوي، قابلني واحد شيخ بلدياتنا يعرفني يعني، قال لي رايح فين انت؟ تقعد النهاردة تقرن بقى ايه شوية في ستين السيدة زينب عشان تحصل لك البركة. انا فرحت قلت ايه اللي رأي. فقال لي يا سيدي على بركة الله تقرن كده حتى ولو 10 دقائق. حاضر ان شاء الله. فحطوا الدكة كده وجابوا لي الميكروفون بقى وقرأت الفاتحة في نفسي يعني، ودعوت الله سبحانه وتعالى التوفيق. فابتديت أقرأ، بصيت لقيت يعني القراءة فيها كده روحانيات وفيها تجلي. فالعشر دقائق دي استمرت ما يقرب من ساعة ونصف ساعتين، بصيت لقيت المسجد بقى إيه ما فيش موضع لقدم، وتحية من الناس وبتاع، وكان بعض المسؤولين موجودين. طبعا أنا ما أعرفش راجل غريب مش من هنا. فبعد ما خلصت قالوا لي كلم في ناس عايزينك، ورحت تريهم دول إيه، واحد رئيس لجنة الاختبارات في الإذاعة، أنا ما أعرفش طبعا لا إذاعة ولا أعرف بتاع ولا إيه لجنة الاختبارات ولا بتاع. فمحمد بيه البنا بيقول لي أنت اسمك إيه؟ قلت له أنا اسمي عبد الباسط محمد عبد الصمد. منين؟ قلت
قلت له من محافظة قنا بلدكم ايه؟ قلت له أرمنت. قلت له ما تخشش الإذاعة؟ قلت له يا عم إذاعتي ده أنا مشهور في بلدنا في الصعيد، إيه اللي دخلني الإذاعة؟ فضحك هو قال لي بدل ما أنت مشهور مثلا في حتة محدودة هتبقى مشهور في العالم كله. أنا قلت يا عمي ايه يجيبني هنا في البلد دي زحمة وبتاع، وهنا أنا راجل خليني في بلدنا في الصعيد. بصيت لقيت اخونا بقى لا خش الاذاعه دي كويسه الاذاعه ومش عارف ايه. انا كنت يعني بيني وبينك كنت متردد يعني مش مقتنع انا اخش الاذاعه، انا شايف ناس مشهور بقى من محافظه اسوان لمحافظه بني سويف يعني وهذا منتهى العالم يعني في ذاك الوقت يعني. نعم وقلت الحمد لله من فضل الله، فهم يعني اقنعوني بان انا اخش الاذاعه بينما انا كنت يعني مترددا يعني اذا يعني ساقتك الاقدار الى الاذاعه ولم يكن في الحسبان إن نعم. يعني انك تسعى الى الاذاعه او انك تلتحق وتكون قارئ في الاذاعه يعني. نعم الحمد لله من فضل الله يعني. فقالوا لي بعد ما خلصت قالوا لي طيب في ليله بعد بكره في ستنا السيده زينب وانت مدعو فيها تيجي تحيه. فقلت طبعا ده شرف كبير انا حاضر. فروحت ستنا السيده زينب صليت العشاء هناك وبدأت أقرأ بعد صلاة العشاء، برضو كان يعني نفس التجلي ونفس وبعض المسؤولين كانوا موجودين برضو نفسهم كانوا موجودين مدعوين في الحفلة دي مدعوون يعني في الليلة دي. بعد ما خلصت برضو بعتوا لي تاني قالوا لي لازم لابد انك تيجي تخش الإذاعة. قلت على كل حال حاضر إن شاء الله. فقالوا لي فيه الشيخ اسمه الشيخ الضب محمد علي الضبع الشيخ عموم المقارئ المصرية يسكن في الجيزة وادوني عنوانه قالوا تروح تزوره في البيت وهيقول لك على التوجيهات يعني ايه النظام بتاع الإذاعة. حاضر. خدت انا واحد قريبي هنا قلت له تعالى لما نروح بيقولوا في واحد اسمه الشيخ محمد علي الضباع الشيخ عموم المقارئ المصرية هنا في مصر فنشوف ايه يعني عايز مني ايه. فرحت له البيت لقيته راجل صالح وراجل طيب. فقال انت اسمك ايه؟ قلت له انا اسمي فلان الفلان عبد الباسط محمد عبد الصمد من محافظه قنا من بلد اسمها مدينه ارمنت. قال لي انت بتقرا قراءات؟ قلت له انا عندي القراءات السبع وحتى سيادتك يعني اذا حبيت تختبرني فيها انا مستعد. فقال لي لا اقرا لنا عشر كده. فقرات عشر. ده كان في البيت ولا؟ كان في البيت. يعني لم تشكل لجنة يعني؟ لا 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 في البيت. فلما ذهبت إليه في البيت قال لي عاوزين نسمع رواية ورش. حاضر. قرأت له رواية ورش. رواية قراءة من قراءة حمزة خلف أو خلاد. حاضر يا سيدنا الشيخ. فقرأت برضو أنا تعلمت القراءات فين؟ قلت له عند الشيخ محمد سليم حمادة كان موجود طبعا على قيد الحياة. فقال لي ده راجل عظيم. قلت له انا عاوز اخد شهادة منك رسمية يعني عشان تبقى رسمي لشهادة لهذا الرجل يعني. لا وتديني انا شهادة برضو على شهادته. نعم. يعني اختبرني في القراءات زي ما انت عايز فضيلتك وتعتمد لي شهادته عشان تكون شهادة معترف بها. قال لي وهو كذلك. وهنا بقى بدأت الرحلة معه او الالتحاق بالاذاعة. ويعني حدث في هذا بقى في ذاك الوقت ان دخلت لجنة امتحان او لجنة اختبار للاذاعة؟ لا 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 ما هي اللجنة دي وزيارة الشيخ العموم المقارئ التالي هو كان يعني عضو والشيخ اللي قابلني كان رئيس اللجنة. فهم يظهر طبعا ليهم وجهة نظر وعارفين ان قرأت ساعات طويلة فالقراءات دي اللي قرأتها او القراءة اللي قرأتها يعني استخلصوا منها ان انا متمكن والصوت اهو واضح قدامهم. نعم يعني ده كان في سنة 1951 فمن هنا يعني بعتت لي الاذاعة جواب على اني انا اروح للاستوديو كان في شارع علوي واقرأ يوم اثنين على ما اعتقد صباحا ما تيسر من ربع يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. فكانت دي أول قراءة في الإذاعة. أول تلاوة أتلوها في الإذاعة وكانت على الهواء مباشرة ما كانش زمان على الهواء مش مسجلة. لا ما كانش فيه في الأول تسجيلات كان الواحد يروح يقرأ على طول على الهواء مباشرة ما شاء الله. فحتى على ما أذكر كنت مرة بأزيع من الاستوديو وبعدين جاء يعني جاني عطاس والمهندس سابني بتاع الاستوديو. نعم.
ده يقفل لي الاستوديو ولا بتاع. فقمت من على الكرسي كده بصنعة لطافة كده ومشيت لغاية اخر الغرفة واعتصت في البتاع ده بعيد عن الميكروفون. طبعا اعتص بقى اسمع العالم كله. ورجعت والحمد لله. ايها الاخوة المؤمنون، ومن التسجيلات الاولى التي تحتفظ بها مكتبة الاذاعة لفضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شيخ المقارئ لشؤون القراء، والتي سجلت سنة 1958 في احد الرحاب الطاهرة هذه. وذلك الله العظيم. والان نتابع حوارنا مع الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. يعني احنا سمعنا من فضيلتك انه او اختبرك الشيخ اللي هو اللي حضرتك رحت له في قراءة ورش وقراءة حفص ما معنى هذه المسميات او كم قراءة واللي بنقرأها في مصر دي قراءة ايه؟ هي في مصر اللي بنقرأ بيها اللي هو الشرق اللي هنا يعني بيقرأ برواية حفص اللي هو عن عاصم. ما هو القراءات دي يعني سبع قراء وكل قارئ روين عنه اثنين من الرواة. نعم. فأول قارئ هو نافع المدني. نعم. المدفون بالمدينة. اللي راوي عنه قالون وورش. وابن كثير المكي ده في مكة المكرمة. نعم. راوي عنه البزي وقنبل. وأبو عمرو البصري ده من العراق. راوي عنه الدوري والسوسي. وابن عامر الشامي ده في الشام راوي عنه هشام وابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي دول من الكوفة من العراق وكل قارئ روين عنه اثنين. يعني فضلتك تدينا نموذج كده برضو واحنا قاعدين بنرتل كده يعني. نعم. نموذج لقراءة حفص وبعدين ما يقابلها في ورش. نعم. ثم في حمزة. اصل يعني هي لهجات طبعا تعرفها من روايات وكل وارد عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت. فطبعا مش كل آية بتبقى فيها تجتمع فيها القراءات السبعة يعني. جايز يعني يجتمعوا في آية واحدة كلهم زي بعض ممكن وممكن وبيختلفوا بعض. نعم. زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية بنقرأ بها احنا في مصر اللي هي يقال لها رواية حفص. نعم. حفص عن عن عاصم. عن عاصم. وبعدين يجي مثلا ورش. تقول والضحى والليل وليه الفتح برضه لكن ليه الفتح والتقليل الإمالة الى الكسر اقرب. نعم. والتقليل الى الفتح اقرب. فله هو بالتقليل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى صدق الله العظيم. طب فضيلة الشيخ عبد الباسط، نحن يعني نعلم انه في المصحف المرتل المسجل بصوت فضيلتك ويذاع في اذاعه القران الكريم وفي غيرها من الاذاعات المصريه بل الاذاعات غير المصريه. منذ متى سجلت المصحف المرتل ويعني ولماذا سجل المصحف المرتل؟ انت طبعا يعني عارف ان القرآن ده ربنا بيحفظه، انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فده نوع من انواع الحفظ. طبعا انت عارف المصحف فيه المصحف المكتوب. نعم. فده يعتبر مصحف مقروء ويحتفظ به في الاذاعة او في الاذاعات. نعم. ففكرت وزارة الاوقاف اولا في تسجيل مصحف مرتل، وده كانت فكرة واحد راجل طيب يعني صاحب الفكرة الاول. فأمر الله يرحمه الشيخ محمود خليل الحصري بتسجيل المصحف المرتل لوزارة الأوقاف. عرضت علينا وزارة الأوقاف نسجل المصحف، وبعدين احنا طبعا عرضت علينا الإذاعة المصرية لتسجيل المصحف. فاحنا قمنا بتسجيل المصحف للإذاعة تقريبا يمكن من 10 سنين.
طيب فضلتك، ليك المصحف المجود، هل المصحف كله مسجل يعني مجودا، ولا بعض آيات أو يعني آيات معينة من صوره فقط؟ لا، ده أنا قمت بتسجيل المصحف مجودا كاملا من أوله إلى آخره، يعني قعد فترة طويلة معي، تقريبا سنتين أو أكثر. طب فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شيخ المقارئ لشؤون القراء، ليك بالتأكيد زياراتك الخارجية لبعض الدول، منها العربية ومنها الإسلامية غير العربية، ومنها أيضا الدول الأجنبية الأوروبية وغيرها. نعم. فنود من فضيلتك أنه نلقي بعض الأضواء على هذه الزيارات وذكرياتك، وما وجدت في هذه البلاد من عادات وتقاليد تقترب أو تتفق أو تختلف عن العادات المصرية. فلنبدأ أولا بأول دولة زرتها إلى الخارج. هي أول دولة بعد يعني مجيء إلى القاهرة، أول دولة زرتها السعودية، المملكة العربية السعودية. نعم. يعني في تقريبا في سنة 51 برضو، وقمت ببعض التسجيلات القرآنية في جدة، وعلى ما أذكر كان حتى مدير الإذاعة هناك اسمه إبراهيم الشورى، ما أنساهوش يعني. نعم، رحت سوريا طبعا وسهرت في رمضان وفي المسجد الأموي الكبير، خدنا شهر رمضان، يعني سنين كانت متوالية كنا نروح سوريا، ولذلك سوريا قلتها من أولها لآخرها، يعني دمشق واللاذقية وطرطوس وبنياس وحلب وكل العواصم بتاعت سوريا زرتها. طب فضيلة الشيخ عبد الباسط، يعني حضرتك زرت الدول الإسلامية غير العربية؟ نعم، زرت الباكستان. باكستان. طب تقول لنا الفرق اللي انت حضرتك شفته هناك في باكستان، ويختلف من حيث العادات والتقاليد اللي لفتت نظرك في هذه الدولة. والله في الباكستان يعني هم متدينين جدا، وعندما يستمعون إلى القراء المشهورين يحضرون إلى بلادهم، تبص تلاقي بقى اجتماعات أو يعني رهيبة، يعني 100,000 نفس تيجي، وما يعملوش الحفلات إلا في ميادين كبيرة خالص، ويعملوا زينات وأتوبيسات تنقل الناس من أماكن بعيدة ليحضروا الاحتفالات، ويقلدون بقى الورود، ويقلدون كل ما يعني يدخل علينا السرور. وعلى ما أذكر مرة أنا كان يعني واحد رئيس جمعية دعانا في الباكستان، وحب يعني يلف بينا في عواصم الباكستان، هناك المحافظات أو المدن تبعد من بعض كثيرا، فتأجر قطار من السكة الحديد، مكسنا في هذا القطار 9 أيام. 9 أيام في القطار؟ 9 أيام، يعني نقرأ الليلة ونرجع في القطار نبات وناكل ونشرب ونتوضى ونصلي، لأنه في أوضة صالون وأوضة سفرة وعربية للنوم. نعم. فمكسنا 9 أيام في هذا القطار. طيب فضلتك زرت الدول الأوروبية أو الأمريكية؟ نعم، أنا زرت فرنسا وزرت إنجلترا ورحت أمريكا، رحت 14 ولاية في أمريكا زرتها كلها في المراكز الإسلامية. يعني والله هناك طبعا المسلمين المتمسكين بيجوا دائما في المراكز الإسلامية، وفي بعض الناس اللي هم أجانب وبيسمعوا القرآن، تبص تلاقيهم قلبهم بيحن، وتبص تلاقيهم يعني بعد يوم ولا اتنين يجي لك ويقول لك عاوز أشهر إسلامي. فطبعا ده يعني سر القرآن. فتبص تلاقي يجي مدير المركز الإسلامي يقول لي 2 جايين يشهروا إسلامهم، يعني أسلم في أمريكا ما يقرب من 14. ما شاء الله، أمامك يعني. أمامي. وكان مدير المركز الإسلامي يشهر لهم الإسلامهم. ولفيت يجي 14 ولاية على ما أذكر منهم، طبعا واشنطن ونيويورك وديترويت وشيكاغو ولوس أنجلوس. هل فضلتك زرت دول أخرى؟ نعم، أنا زرت الهند. نعم. زرت الهند وجنوب أفريقيا. نعم. جنوب أفريقيا دي يعني أنا زرتها مرتين. هل زرت إحدى الدول الإفريقية بالإضافة إلى جنوب أفريقيا؟ نعم، أنا زرت أوغندا وزرت السنغال ونيجيريا. فكنت في أوغندا يعني أيام دي ما أنساهاش أبدا. أنا رحت خدت 6 أيام في أوغندا، فأحييت فيهم حفلتين اتنين،
وكان هناك بيعملوا مركز إسلامي، فحضر في أول احتفال ما يقرب من 20,000 وأسلموا 70 من الموجودين. ما شاء الله، 70 من الموجودين. نعم، وأشهر إسلامهم يوم واحد. في يوم واحد، وتبرعوا للمركز الإسلامي يعني بمبالغ ضخمة. وفي الحفلة الأخرى في مدينة بجوار العاصمة أحييت حفلة أخرى فأسلم ما يقرب من 32 شخص، فمجموع اللي أسلموا في الست أيام اللي خدتهم 92. طيب فضيلة الشيخ عبد الباسط، هل يعني هناك من شهادات تقدير أو سمة أو نياشين لفضيلتك في الخارج؟ نعم، أنا أول وسام تقلدته من سوريا كان وسام الاستحقاق السوري ووسام الإخلاص، يعني وسامين خدته من سوريا، وبعدين خدت وسام من لبنان ووسام من السنغال، وقلدني رحمة الله عليه الملك محمد الخامس قلدوني الإيد وسام الكفاءة الفكرية، وتينكو عبد الرحمن في ماليزيا برضو قلدني وسام. هو حقيقة يعني أن هذه الأوسمة وهذه النياشين إن عبرت فإنما تعبر عن مدى تمكن القرآن الكريم إذا تغلغل في النفوس فهو ينقلها إلى الفطرة السليمة وينقلها إلى حب المولى عز وجل وإلى حب الهداية. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شيخ المقارئ لشؤون القراء، وشكرا لكم أيها الإخوة المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل. كنتم مع شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل.